شغفي بالكيمياء عندما كنت طفلة صغيرة. كنت أخلط تفاعل الصوابين والمواد الكيميائية في المنزل مع بعض وأرى كيف تتفاعل واستنتج تفاعلها. كان هذا شغفي منذ الصغر، فكنت أجد نفسي أقعد طول اليوم أشتغل على هذه الأشياء وأشوف كيف تتفاعل. بالنسبة اختياري لمجال الكيمياء، اخترت مجال الكيمياء أولاً حب وشغف لهذا المادة، ثانياً فكرة أو مشكلة المشروع نفسه. يعني فكرة المشروع هي اللي ألهمتني أني أختار مجال الكيمياء، لأن أساساً فكرة المشروع يعني متخصصة في مجال الكيمياء، هذا اللي ألهمني وخلاني يعني أكمل في نفس المجال. اختياري لمجال الكيمياء كان بسبب إعجابي بالنانو بارتكلز واستخدامها في أشياء كثيرة، مثلاً في الميديسن وأيضاً في الصناعات. واكتشفت انه في مشكله متكرره فيهم كلهم اغلبهم يعني، واللي هي مشكله الصناعه، اللي هي ان الصناعات تكلف جدا صعبه. فجبت فكره ان استغل احد اكثر الاشياء اللي ما يستخدمونها عندنا هنا في السعوديه، واللي هي الطحالب البحريه الموجوده عندنا في البحر الاحمر، ونستخلص منها الكبروكسيد والبارتكلز. واذا قدرنا نصدرها بكميات كبيره نقدر نصدرها للخارج. بدايتي مع مجال الكيمياء كانت الصف الثالث متوسط، حيث سجلت في مسابقة موهوب للأولمبيادات الدولية. اخترت مجال الكيمياء بشكل عشوائي صراحة، كان مدرس الكيمياء هو اللي علمنا المسابقة وقال سجلوا في مجال الكيمياء وراح ساعدكم بكل شيء فيها. فاخترت مجال الكيمياء واستمريت فيه إلى الآن الحمد لله. ففي الصيف الماضي دخلت برنامج إثرائي بحثي، وخلال البرنامج اخترت أني أكون أشتغل على مجال يخص الكيمياء كوني طالب في مجال الكيمياء.